فزي ما بنقول احنا عندنا في السيلابس بداية احنا عندنا طبعا الاوقات المحاضرات بيبقى عندنا 3 محاضرات، كل محاضرة بتبقى 50 دقيقة، بيبقى في عندنا تيتوريال. التيتوريال ده بيبقى يوم واحد، بيبقى يعني وقت اطول شوية، يعني اكتر من حوالي قرب ساعتين. فده هنستعمله ان شاء الله بالنسبة يعني ناخد شوية problems، يعني problem solving. اوكي، فطبعا النهارده ما عندناش اي حاجه نتكلم فيها، فالنهارده ما فيش تيتوريال. اوكي، يعني المفروض التيتوريال اعتقد يوم الاحد، فبناء على كده هيبقى التيتوريال النهارده مش هيبقى موجود. اوكي، بالنسبه يعني من الاسبوع القادم ان شاء الله هيبقى باذن الله في تيتوريال، هيبقى في بعض المسائل على الحاجات اللي احنا اخذناها الاسبوع ده. بعد كده ان شاء الله اذا يعني تم يعني ترتيب موضوع الحضور، هيبقى في بعض السيشنز هاخدكم ونشتغل على بعض الاجهزه الموجوده في الجامعه. يعني في مثلا عندنا اجهزه الترا ساوند، فهنحاول مثلا نشتغل عليها بحيث ان انت تاخد شويه اكسبوجر لاستعمال الاجهزه دي. طبعا في الوضع الحالي ما هياش حاجه مؤكده ان احنا نقدر نعمل كده، بس يعني عامه لو قدرنا نرتب حاجه زي كده اعتقد هتبقى مفيده جدا يعني. فتاني بقول لك الكتب ما تقلقش منها، عدد كبير، يعني خلي الكتب دي كلها موجودة عندك، كتب قيمة جدا جدا. يعني بداية ممكن انك انت تبتدي، لو انت عايز تبتدي في اي واحد من الـ imaging modalities وتدخل فيها بدبث، الكتب دي هتساعدك انك انت تقدر تعمل كده. اوكي، فدي كبداية، هي الـ references بتاعتك، هي already موجودة عندك، تقدر تنزلها النهاردة موجودة على البلاك بورد. طبعا بيبقى في عندنا supplemental materials، بعض الحاجات الاضافيه. طبعا هي يعني لما يكون في حاجات اضافيه ان شاء الله انا هحطها على بلاك بورد، هتبقى بوستد على بلاك بورد بحيث انها تبقى برضو افيلبل بالنسبه لك. المحاضرات كلها اوريدي بوستد، يعني ما فيش اي مشكله فيها، يعني ان شاء الله تبقى موجوده عندك. بيسيكلي احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نعمل ايه في الكورس. احنا الكورس ليرنينج اوتكمز بتاعت المقرر دوت هي ان احنا عايزين نفهم الايمجينج موداليتيز. اوكي، عايزين نفهمها بمعنى ان احنا نفهم الفيزيكس، نفهم الانسترومنتيشن، نفهم الابلكيشنز، نعرف الليميتيشنز، نعرف السيفتي، الحاجات الاساسيات دي كلها. طبعا انا عايز اقول لك ان الماده دي لو انت هتشتغل في الايمجينج بعد كده، او انت هتكون في مستشفى تشتغل ككلينيكال انجينير وعندك اجهزه اشعه، الكورس ده في غايه الاهميه، ومهم جدا انك انت فعلا تبذل مجهود فيه علشان تفهمه. والحقيقه الموضوع التيتوريال اللي عندنا ده برضه احنا ممكن نستغل التيتوريال لو في اي حاجه في المحاضرات تحب ان احنا نكررها، مفيش اي مشكله نقدر نكررها. لو التيتوريال ما كفاش ممكن نرتب تيتوريال تاني، مفيش مشكله. اوكي، حتى لما الدنيا تبقى حضوري ممكن نرتب برضه فيرتشوال سيشنز بحيث ان احنا نقدر ان احنا ناخد وقت اكتر شويه من غير ما نضطر ان احنا نعمل سكيدجولينج، يعني جامعه عشان نرتب فيها مكان بتبقى صعبه شويه وخاصة في الظروف الحالية. فاحنا ممكن برضو نرتب virtual session، additional virtual sessions، علشان لو في عندكم أي أسئلة قبل الاختبارات إن شاء الله برضو هنرتب برضو sessions يعني للأسئلة، بحيث إن لو في عند أي حد أسئلة بالنسبة للحاجات اللي داخلة في الاختبار إن شاء الله تبقى برضو هيبقى في وقت ليها. فإحنا هندرس إن شاء الله الالتراساوند imaging، هندرس الـ MRI، هندرس الإكس-راي اللي هو البلين إكس-راي، ونبتدي بعد كده نتكلم على الكمبيوتد ايمجينج اللي هو بدايه من الكمبيوتد توموجرافي، ونتكلم على النيوكلير ميديسن. النيوكلير ميديسن في حاجات شبه الاكس راي بتبقى بلين، يعني ما هياش كمبيوتد، وفي حاجات بتبقى كمبيوتد. فهنتكلم برضو، هنحاول نشرح الافكار اللي موجوده في كل واحده من الحاجات. هوبفولي بعد ما تخلص الكورس دوت تقدر انك انت لما تشوف جهاز معين تبقى فاهم ايه اللي بيحصل فيه، تقدر تانالايز. لما اقول لك مثلا والله ايه الفرق بين الجهاز ده والجهاز، عندك تو الترناتيفز مثلا بالنسبه للالترا ساوند ايمجين. اوكي، تبقى فاهم التكنولوجي اللي موجوده في الموداليتي دي، وتفهم اني واحد فيهم فيه تكنولوجي احسن، تقدر انك انت تريكومند. لو انت مثلا بتقارن مواصفات تقدر تريكومند مثلا، او تقدر تقول اذا كان المواصفه دي موجوده ولا مش موجوده، مواصفات فنيه بالنسبه للاجهزه دي. يعني حاجات كتيره هي تقدر ان شاء الله تعملها بعد ما ان شاء الله تجتاز الكورس ده. اوكي، هل في اي اسئله؟ لا لا يا دكتور، واضح يا دكتور، واضح. تمام،
فاحنا الحقيقه هناخد طبعا زي ما بقول لكم هناخد التوبكس اللي هم الخمسه توبكس دول. غالبا اسمها نيوكلير ميديسن يبقى اقل شويه، بس يعني لو احنا احتاجنا مثلا ام ار اي ساعات بناخد فيه وقت اطول. عاده بنحب مثلا احنا بعد ما نخلص التو توبكس دول ناخد مثلا ميد تيرم او يبقى في جزء من الاكس راي. عامه ميد تيرم احنا مش احنا اللي هنحدده الترم دوت، هو المفروض الكليه اللي هتحدده، فهننتظر الموعد اللي الكليه تحدده ونقرر بعد كده ايه اللي داخل فيه. بس عاده هتلاقي ان اول تو توبكس عاده هيبقوا داخلين في داخلين في الجزء اللي هو هناخده في الميد تيرم. انا الحقيقه عامل الترتيب دوت بالنسبه للتوبكس على اساس ان انت هتلاقي مثلا ام ار اي يمكن اصعب توبك، اوكي، فحاول اخده في الاول. انا مش عايز ابتدي باصعب توبك، الالترا ساوند الى حد ما يمكن من اسهل التوبكس اللي انت ان شاء الله هتشوفها. فيعني ده يعتبر بدايه عشان نبتدي يعني نسخن شويه كده في اول الترم، نبتدي ندخل في المود بتاع ان احنا بنشتغل في الايمجينج. وبعد كده الام ار اي محتاج شويه تخيل اكتر شويه، محتاج فيزيكس اكتر شويه، بيبقى بنخلصه في النص الاولاني من الترم بحيث ان انت يبقى عندك وقت تستوعبه لغايه اخر الترم. ولو في عندك اسئله فيه برضو، لو عندك اي حاجه محتاج انك انت تسال فيها او تراجعها او تقرا فيها زياده، ده كله ده موجود. بعد كده الاكس راي، اكس راي الحقيقه بسيط برضو، بس الحقيقه في الجزء بتاع الانسترومنتيشن احنا في كل واحد من الحاجات هنتكلم شويه على الانسترومنتيشن، يعني نتكلم على الجهاز، مش بتكلم بس على الفيزيكس، بتكلم على انت دلوقتي لما تيجي يعني تشوف مكونات الجهاز يعني هو بيتكون من ايه، اوكي. فالاكس راي الحقيقه يعتبر الجزء اللي فيه شويه افكار، هو الجزء اللي فيه الانسترومنتيشن، ازاي انك انت بالديزاين الاكس راي جنريتور، وبتتكلم على بتسمع مثلا يقول لك ده سنجل بولس ثري بولس، تتكلم على هاي فريكوانسي جنريتور، انواع مختلفه، والحاجات دي كلها لازم تبقى فاهم الفروقات بينها. فالحقيقه دي تعتبر الى حد ما يعني بيعتبر ما يعتبرش اصعب من الام ار اي، بس يعتبر يعني في بعض التفاصيل الصغيره كده لازم تاخد بالك منها. الكمبيوتر توموجرافي يعني هو الحقيقه لو انت شفت الافكار بتاعته هتلاقي انها كلها ناحيه ريكونستراكشن، ازاي انك انت تبني الصوره. فتلاقي ان انت يعني نفس الاباراتس بتاعت الاكس راي، يعني انت بتستعمل فيه اكس راي، نفس الافكار هي واحده بالنسبه للاكس راي، بس بنتكلم ازاي ان احنا بعد ما ناخد مجموعه من المقاطع، بعد ما ناخد مجموعه من الصور او بعد ما ناخد مجموعه من ال data points اللي موجود عندنا في الصوره، ازاي ان احنا نجمعها كلها ونبني بيها الصوره. النيوكلير ميديسن بنتكلم على الموداليتيز اللي تستعمل راديو اكتيف ماتيريالز. يعني في كل الحاجات الاولانيه اول اربعه توبكس دول احنا بنبعت اشعه، والأشعة دي بتخترق الجسم وبشكل ما بترجع لنا، سواء بتبقى transmitted through the patient، سواء بتبقى reflected من the patient، سواء بتكون انها absorbed بال patient وبعد كده هو عمل لها re-emission تاني. كلها يعني احنا بيبقى في عندنا السورس موجود بره والديتكتور موجود بره. النيوكلير ميديسين يونيك ان هو بيبقى عندنا السورس عباره عن راديو اكتيف ماتيريال، البيشنت ده بياخدها سواء عن طريق انجكشن او وات ايفر. فبيسكلي انت بتديتكت السورس اللي موجود جوه دوت عن طريق ديتكتورز بره، فما فيش عندك سورس في الجهاز، السورس هو راديو اكتيف ماتيريال. طبعا هنشوف ان النيوكلير ميديسن بالذات بيبقى يعني الى حد ما بيبقى طبعا الصور بتاعته بتبقى الكواليتي بتاعتها ما هياش بنفس الجوده بتاعت الموداليتيز الثانيه، بس الحقيقه له فوائد. الحقيقه ما فيش حد يعني ما فيش اي واحده من الاربعه اللي قبليه دول يقدروا يعملوها، اوكي. فهنتكلم على يعني عايزك برضو تبقى متخيل لما اجي مثلا انت دلوقتي عايز تشوف مثلا اللانجز، ايه الحاجه اللي تخليك تشوف اللانجز احسن من الموداليتيز دي؟ عايزك تبقى فاهم كل واحده من الموداليتيز دي هي مفروض الاستعمال بتاعها في ايه، الابليكيشنز الاساسيه بتاعتها في ايه، وهي المقارنه بينها وبين الموداليتيز الثانيه ازاي. يعني اني واحده احسن مثلا في اللونج ايميجنج، اني واحده احسن في الجزء اللي له علاقه بالابدومينال ايميجنج مثلا، الحاجات اللي لها علاقه بالحمل والولاده، الحاجات اللي هي بتاعه الجنين وكده،
يعني ان احنا نشوف الجنين مثلا في اثناء الحمل، ايه الحاجات دي، ونفهم لما يبقى في ابلكيشن معين تبقى متخيل كويس قوي انهي واحد من دول ينفع وانهي واحد ما ينفعش في نفس الوقت. طبعا بيبقى في حاجات ممكن تبقى بناء على الفيزيكس، الفيزيكس ما تسمحش ان احنا نستعمل الموداليتي دي، وفي حاجات بتبقى بيزد على السيفتي، يعني انت ممكن تستعمل الموداليتي دي بس في مشكلة انك انت ممكن تعرض المريض لبعض الحاجات اللي ممكن تكون فيها خطورة عليه. اوكي، فان شاء الله هيبقى في عندنا تفاصيل في الكلام ده. الكورس دوت الحقيقة لو احنا بنتكلم على الايبت ستودنت اوتكمز، طبعا الايبت ستودنت اوتكمز مختلفة عن الليرنينج اوتكمز اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ان احنا بنتكلم هنا على السكيلز. اوكي، يعني الحاجات اللي علاقة بايبت بتحاول تنمي بعض المهارات اللي عندك، المهارات دي اللي بنتكلم مثلا ان احنا لو في قسم الهندسة الكهربائية برنامج الهندسة الطبية هتلاقي نفس الاوتكم ده موجود في قسم هندسة الطيران مثلا. اوكي، هل احنا بناخد نفس الماتيريال؟ لا، ما بناخدش نفس الماتيريال، بس الافكار نفسها واحدة. يعني مثلا احنا هنا في الكورس ده بنتكلم على اول مهارة هي ability to identify, formulate and solve complex engineering problems by applying principles of engineering science and mathematics. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا لما يدي لك بروبلم في الالترا ساوند، ودكتور بتاع هندسه الطيران يدي طلبه بروبلم في مثلا تصميم مثلا الجناح بتاع الطياره مثلا فرضا، اوكي، هتلاقي ان كل واحده من البروبلم دي تقدر تابلاي الكلام ده عليها، وانت تقدر تعمل يعني تبقى شايف المشكله في ايه، تبتدي بعد كده تحطها في شكل مثلا تقول والله ده المشكله دي بينطبق عليها الفيزيكال لو الفلاني، القانون الفيزيائي الفلاني، وبعد كده تقول والله طب اجي بعد كده بقى احل المشكله دي واشوف الحل ده اذا كان طلع منطقي ولا مش منطقي. يعني بنستغل كل البرنسبلز بقى اللي خدناها في السنوات السابقه، سواء كورسات الانجينيرنج، كورسات الساينس، كورسات الماثماتكس، عشان نقدر نحل مشكله موجوده في الدنيا، رياليستيك بروبلم. اوكي، فدي الحقيقه هيبقى في عندنا يعني كل الكورس الحقيقه عباره عن كده. لو بنتكلم مثلا على الايمجنج عموما عشان اطلع صوره، اوكي، دي is a very complex engineering problem. ازاي اطلع صورة؟ احنا في كل واحدة من الموداليتيز هنبتدي نعمل identification للبروبلم دي، ازاي ان احنا نعملها formulation باستعمال التكنيك اللي احنا نستعمله دوت، وازاي ان احنا نحل بقى المشكلة دي علشان acquire الصورة. ففي كل واحدة من الحاجات اللي احنا هناخدها هنبتدي فعلا نحاول نقوي الجزء ده عندك، المهارة دي عندك، بحيث انك انت بعد كده لو انت بتتعرض لمشكلة جديدة، لو انت مثلا في شغلك بعد كده عاوز انك انت تحل مشكلة جديدة ما فكرناش فيها قبل كده، بنتكلم مثلا على ان طرأ مثلا يعني حاجة جديدة، حالات جديدة في الطب مثلا، محتاج لها ان احنا نفكر ازاي ان احنا نصورها، انت تقدر ان شاء الله بالمعلومات اللي انت او المهارات اللي انت هتكتسبها في الكورس انك انت تحاول تفكر ازاي تحلها. اوكي، طبعا بقيه الحاجات التانية دي المفروض انها ادريست في المقررات الاخرى، يعني مش عندنا في المقرر بتاعنا احنا، بيسكلي هو دي الحاجه اللي احنا ان شاء الله هنحاول نركز عليها. هيبقى في عندنا يعني 2 assignments بيسكلي هي بروبلم انا هديها لك واشوفك هتعمل فيها ايه. اوكي، علشان يعني نتست الجزء دوت، نتست هل انت اكتسبت المهاره ولا لا. طبعا مش هديها لك في اول الترم، ممكن اديها لك مثلا في النص الثاني من الترم ولا حاجه، عشان تكون انت ابتديت تتعود على المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها في الايمجنج، وتكون بعد كده عارف ايه اللي بيحصل، وهنكون اوريدي شفنا اكزامبلز كتيره على الحاجات دي من خلال التيتوريال. اوكي، يعني التيتوريال مش هيبقى برزنتيشن، هيبقى بيسكلي ورقه وقلم وبنتكلم على نحل مشكله، يعني يبقى في عندنا بروبلم كده وبنحلها بقى بايكويشنز وبنحل نحسب ارقام وحاجات كده يعني. اوكي، لو عايز تكونتاكت مي انا بفضل الايميل. الحقيقه لو انت عارف المكتب بتاعي هتلاقي ان برضو لو انت شفت في برضو في بلاك بورد هتلاقي التليفون، وهتلاقي يعني التليفون هيبقى عليه واتساب في كل حاجه، بس عاده الايميل بيبقى افضل شويه، بس It's up to you. مفيش مشكلة لو انت بتفضل واتساب It's okay. Okay؟ عشان لو انت عايز تعمل contact معي. كgrading policy في الكورس هيبقى عندنا الهومورك، اللي هو هيبقى عندنا على الأقل في كل واحدة من التوبكس اللي احنا اتكلمنا عليها دي هيبقى فيه هومورك. فالهومورك هيبقى عليه 10%.
including البروبلمز اللي انا بقول لك عليهم اللي احنا هناخدهم اللي هم الاي بت بروبلمز اللي هم بيتست فيهم بنتست فيهم الجزء دوت يعني كلهم عليهم 10 درجات. انا عايز الهوم ورك يبقى درجاته قليله رغم ان هيبقى في حاجات كثيره تعملها علشان ما تبقاش قلقان من الدرجات فيه. يعني عايزك انك انت تغلط في الهوم ورك اوكي وما تقلقش. يعني لو في حاجه في يعني لو انت مثلا في حاجه في الهوم ورك ما كنتش عاملها كويس يعني ممكن بعد كده تلاقي ان هي مش هتفرق كتير. يعني تلاقي كل هوم ورك عليه مثلا درجه واحده او درجتين بكتير قوي اوكي. فلو خدت 50% يبقى نص درجه اوكي فما فيش مشكله. انا اهم حاجه ان انت تحاول تحل الهوم ورك بنفسك. الهوم ورك طبعا هيبقى من خلال بلاك بورد وهيبقى المفروض ان هو يكون عاده بيبقى مالتيبل تشويس كويستشنز وترو فولس وبعض المسائل اللي ممكن يبقى نيوميريكال بروبلمز. عايزك تحاول فيها بنفسك عشان انا اشوف اذا كان في حاجه ناقصه عندكم احاول ان انا اكومبنسيت فور ات او ان انا ادي فيها حاجه اضافيه علشان بعد كده لما نيجي بقى نتكلم على الحاجات اللي فيها درجات اكتر شويه تبقى بيسكلي تبقى يعني يبقى انت اوريدي يعني عندك الماتيريال بقت يعني بقت مفهومه اكتر شويه. هخلي في عندنا كويزز. كويزز دي ممكن يبقى في عندنا على كل واحده من التوبكس دي اللي احنا خدناها اللي احنا هناخدها ان شاء الله يبقى في كويز. الكويز ده هيبقى يعني ممكن يبقى مثلا 10-15 minutes اوكي وهيبقى اونلاين. هيبقى في وقت معين هنتفق مع بعض عليه ويبقى كل الناس تدخل وتحله ويبقى بيسكلي هيبقى اختبار صغير يعني اوكي. الكويز ده مفروض ان هو يبقى يعني بيسكلي هيبقى mostly MCQ true false اوكي. I just make sure ان انت يعني الحاجات الأساسية فهمتها. الكلاس هومورك انت يعني انا شجعك يعني بس تفهمني انا بقولك ايه بالضبط. انا بشجعك انك انت تكولابوريت مع زمايلك يعني تحاول تفهم المسائل مع زمايلك. بس مش معنى كده انك انت تكولابوريت معناه ان انا حل الهومورك ده وديه لزمايلي والهومورك التاني زميلي يعمله ويديهولي. مش كده اوكي. حاول تحل الهومورك عشان ده يديلك فيدباك هل انت فاهم الماتيريال ولا لا. الكويز ما ينفعش طبعا تعمل فيه كده اوكي. ونفس الكلام بالنسبه للحاجات التانيه يعني. فبيسكلي الكويز ده يعني هيديني فيدباك اذا كان فعلا الدرجات اللي انا شايفها في الهوم ورك هل هي بترفلكت الليفل اوف يعني يعني التحصيل اللي انت حصلته في الماده ولا لا. بالنسبه للميد تيرم والفاينل اكزام بقواعد الكليه لازم يكونوا ان كلاس لازم يكونوا حضوري اوكي. وهيتم ترتيبهم ما تقلقش يعني هم الكليه هيرتبوا المواعيد وهيرتبوا الاماكن بحيث ان ايه بحيث ان احنا يبقى عندنا القدره على ان احنا يعني نعمل الاختبار من غير ما يكون في اي مشكله بالنسبه للسيفتي اوكي. فبيسكلي الاثنين دول يعتبروا ان شاء الله في يعني الكليه هتتيك كير اوف ذم. الميد تيرم المواعيد بتاعته والفاينل نفس الكلام المواعيد بتاعتهم الكليه هي اللي هتحددها. وبناء على تحديد الكليه للمواعيد هنرتب ان شاء الله الكونتنتس اللي هتبقى داخله في الـ 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 الاختبارات دي. هيبقى في عندنا جزء الحقيقه مهم قوي اسمه كلاس بروجكتس. البروجكت دي مش هقول لك اعمل لي جهاز يعني لا ما في الكورس ده ما فيش كده اوكي. بس الكلاس بروجكت دي هنديل مع حاجه اسمها الاكتيف ليرنينج اوكي. انا عايزك انك انت من دلوقتي تتعلم ازاي انك انت تتعلم حاجه جديده لوحدك اوكي. فالكلاس بروجكت دي هتتعمل بشكل مختلف شويه عن الحاجات اللي انت شفتها قبل كده. كل واحد فيكم هيبقى عنده حاجه مختلفه. هيبقى في مجموعه من التوبكس ومجموعه التوبكس دي انا مش هديلك الاختيار فيها. يعني بيسكلي هعمل راندوم ديستريبيوشن للتوبكس دي عليكم وكل واحد فيكم يعني غالبا هيبقى في عندنا مثلا في الـ في الـ في الـ في الترم مثلا ممكن يبقى في عندنا اربعه سمول بروجكتس مثلا تعمل اوكي. كل واحد عليه خمس درجات. اللي مطلوب منك في البروجكت دوت انك انت في توبيك معين المفروض ان انت تشرحه تتعلمه بمعنى صح في الاول وتعمل برزنتيشن 5 مينيتس اوكي على التوبيك دوت وتسجلها فيديو اوكي بحيث ان انت تشرحها لزمايلك اوكي. الحقيقه الجزء دوت انت ممكن يعني طبعا التوبكس مش هتبقى كبيره قوي هتبقى توبكس صغيره بس الحقيقه من اكتر الحاجات اللي انت هتعرف ان شاء الله في حياتك العمليه ان هي بتخليك تتعلم حاجه انك انت تشرحها لحد.
فبيسكلي انت تعمل برزنتيشن صغيره على توبيك، اوكي، تشرح فيها لزمايلك التوبيك ده عباره عن ايه، اوكي. وهطلب من الناس كلها انها لازم تشوف كل الفيديوز، يعني معنى ان التقييم بتاع البروجكتس دي هيكون من خلال زمايلك، زمايلك هم اللي هيقولوا لك اذا كان فعلا انت فهمتهم الحاجه ولا لا، اوكي. فالحقيقه الجزء ده جزء مهم جدا عشان ندرس الاكتيف ليرنينج. وطبعا بنتكلم على انك انت ممكن تكون حاسس كان انت عندك حاجات كتير في الكورس، فعلا انت عندك حاجات كتير كتير في الكورس الحقيقه، ما يعني الكلام ده لا انكره، بس النقطه ان يعني الكلام ده فعلا هيفيدك، الماده دي ماده مفيده، ماده اساسيه جدا في الهندسه الطبيه. فالحقيقه I want to make sure ان انت فعلا تكتسب من الماده دي اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي ممكن بعد كده تفيدك من ناحيه العمليه، اوكي. الماده دي حقيقه ماده مهمه، اوكي. الناس اللي خدوا معايا كورسات قبل كده، انا طبعا كنت بدرس الماده دي من فتره، بس الحقيقه بقالي فتره مش بدرسها، بس اللي خدوا معايا مقررات اخرى يعرفوا ان النجاح عندي مش صعب، بس عشان تقدر تجيب جريد مثلا عالي محتاج انك انت تبذل فعلا مجهود. انا بقول لك انك انت دونت تارجت النجاح بس، الماده دي تعتبر ماده بالنسبه لك مهمه للكارير بتاعك، فاهتم بيها، اهتم بيها جدا، لان فعلا اي حاجه ناقصه في الباك جراوند بتاعتك في الاريا بتاعت ميديكال ايمجينج او في الكورس الثاني اللي هو الانسترومنتيشن، هتلاقي ان انت عندك هانديكاب. انت دلوقتي لما بتيجي تقارن نفسك او لما تيجي تعمل انترفيو مثلا في مكان وجايه ناس من اماكن اخرى، من جامعات اخرى منافسه ليك، اوكي، وعارفين الحاجه دي بشكلك مش كويس، يعني انت بيسكلي بتقلل فرصك انك انت تلاقي وظيفه بعد كده، اوكي. فالحقيقه الحاجات اللي هديها لك هتاخدها بدبث، وانا عارف الكلام ده لان انا درست الميديكال ايمجينج بالذات. انا هي الميديكال ايمجينج هي دي الاريا اللي انا هي الاساسيه بتاعه البحث بتاعتي. بيسكلي انا يعني ناس كتيره جدا من الناس اللي اتخرجوا معايا او اتخرجوا معايا في دراسات عليا كمان بيشتغلوا في شركات تعتبر من شركات الايمجينج، والحقيقه انا عارف الحاجات اللي بتبقى فعلا الشركات دي بتبقى عايزاها، الشركات الكبيره مثلا زي سيمنز زي فيليبس الحاجات دي كلها. ف يعني فعلا حاول معايا في الكورس دوت انك انت تحصل على قد ما تقدر فيه، اوكي. لو في اي حاجه محتاج مساعده فيها بليز ارجع لي، اوكي، ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اعيد لك الحاجه كذا مره، اوكي. لو عندكم اي اسئله اتفضلوا. هو كده احنا مش هناخد اي حاجه اكتر من كده النهارده، وطبعا مفيش توتوريال. انا دلوقتي يعني مجرد بس فاضل 5 دقايق على الميتنج تايم، لو انتوا عندكم اي استفسارات على نظام الماده اهلا وسهلا، اتفضل. هل في اي اسئله؟ اول كلير دكتور، واضح جدا. طيب احنا ان شاء الله المره اللي جايه، يعني الحمد لله ان واضح ان يعني الناس كتير الحقيقه كانت موجوده في يعني في 20 واحد دلوقتي موجودين، 20 من 23 يعتبر كويس قوي. فالحمد لله ان الناس بتقدر تدخل على بلاك بورد، انت عندك دلوقتي ماتيريال، نزل الماتيريال، ابتدي بص في المحاضره الاولى قبل ما ناخدها، مش هتبص فيها انك انت تبتدي تذاكرها، لا بص في الكتاب، شوف قلب في الكتاب كده شوف شكله عامل ازاي، بص على المحاضره شوف برضو ايه اللي فيها، الحاجات دي كلها. وان شاء الله المره اللي جايه باذن الله هوبفولي ان شاء الله بلاك بورد يكون اشتغل. لو بلاك بورد برضو كان فيه نفس المشكله هبعت لكم برضو قبل المحاضره بربع ساعه ولا حاجه، ابعت لك لينك على زوم ان شاء الله، اوكي. واتمنى لكم ان شاء الله باذن الله يعني فصل دراسي موفق، وان شاء الله يعني برضو يعني انبه عليكم تاني الجزء بتاع السيفتي. طبعا انتوا طلاب هندسه طبيه وعارفين يعني ايه انفكشن كنترول، عارفين يعني ايه الماسك، وعارفين الحاجات اللي هي اعتقد المفروض تكونوا خدتوها في 370، حاجات كلها اساسيات، ده تخصصك. وانت بعد كده ممكن تبقى شغال طول حياتك في مستشفى وحواليك من كل ناحيه انفكشن، فانت مفروض انت اولى الناس ان انت تبقى واخد الاحترازيه اللي هي الاجراءات الاحترازيه واخدها بجديه وواخدها بفهم كمان، اوكي. ان شاء الله لو هيبقى في حضور ان شاء الله هنتفق مع بعض قبل اول محاضره يبقى فيها الحضور في الـ في الـ في الكامبس، هنتفق مع بعض برضو على الإجراءات علشان ما يبقاش في أي مشكلة. بس أنت مفروض تبقى مرجع لزمايلك من البرامج الأخرى ومن الكليات الأخرى، يعني
ازاي ان هو يتبع الاجراءات الاحترازيه، وازاي ان هو يعني يمنتين سيفتي علشان نفسه، عشان زمايله، عشان اهله، عشان كل الوطن كله يعني. اوكي، واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله نلتقي في المحاضره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. معلش دكتور، تفضل. انا طالب السيفتي، حناخذ في الكورس ده عن راديولوجي سيفتي، يعني بشوي توسع او تكون ضمن كل توبيك. في كل توبيك، في كل واحده من التوبكس هنتكلم على السيفتي بتاعتي، يعني هنتكلم على السيفتي في الالترا ساوند، ايه المعايير بتاعتها، هنتكلم مع على الاكس راي نفس الكلام، على الام ار اي نفس الكلام. لازم، مهم جدا انك انت تبقى عارف الحاجات دي، عشان دي حاجات لازم هتتعرض ليها في عملك مع الاجهزه دي. فهناخد السيفتي بتاعت كل واحده من الاجهزه دي. طيب طيب اوكي خلاص، يبقى ان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعه 8 صباحا باذن الله. اوكي ان شاء الله. شكرا دكتور، شكرا جزيلا، السلام عليكم. يعطيك العافيه. السلام عليكم.